مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا الفيديو بتاع النهاردة عامله على الفرق ما بين المانيا وكندا، وانهي الواحد ممكن يهاجر فيها، يعني انهي بلد تبقى احسن يعني. فانا اقول لكم المميزات والعيوب، تمام، بتاعت دي ودي. اولا المانيا قريبة، انا قلت برضو في فيديوهات قبل كده، المانيا قريبة جدا لمصر، فالتذاكر الطيران فيها رخيصة، وانت في 3 4 ساعات بتبقى في مصر. بالنسبة لكندا، كندا لا، كندا بعيدة، والناس اللي في كندا عارفين المعاناة عشان ييجوا، سواء في الفلوس او في المدة بتاعة الطيران. فانت عشان لو انت معاك يعني اسرة وكده وعايز تيجي مصر بتدفع مبلغ وقدره يعني. المانيا مفيش الكلام دوت. دي بالنسبة للمسافة. طيب، في حاجة تانية كمان عايز اقول لكم عليها بالنسبة لألمانيا. لو انت دلوقتي راجل عايز تبدأ حياتك الأسرية في دولة من الاتنين، تمام، ألمانيا بالنسبة للأطفال أفضل. ليه بقى؟ لأن فيها نظام تكافل اجتماعي هايل مش موجود الصراحة في كندا. كندا كويسة برضو للأطفال وكل حاجة، تمام، بس بالنسبة لموضوع الحاجات الاجتماعية أو التكافل الاجتماعي أو الحاجات دي كلها، كندا مش قوي فيه يعني، بتعملش خدمات اجتماعية كتير. ايه تاني؟ بالنسبة للتأمين الصحي، التأمين الصحي انت بتدفع فلوس كندا كتير وما بتاخدش بيها التأمين الصحي اللي انت عايزه. هنا في ألمانيا انت بتدفع قليل وبتعمل تأمين صحي كويس. بالنسبة مثلا للهجرة عامة، ألمانيا أصلا مش بلد هجرة، يعني مفيش برنامج للهجرة في ألمانيا زي مثلا عكس كندا، لأن كندا فيها نظام النقط، والناس اللي هي كانت سألت وعارفة يعني. أنا على فكرة قبل ما أجي ألمانيا كنت مقدم كندا، بس ما كانوش محتاجين ساعتها وظيفة المهندس المعماري، فمعرفتش أسافر ساعتها، وقدمت على ألمانيا كدراسة وجيت درست وبعد كده اشتغلت. فالخطوات بتاعت ألمانيا انت مش محتاج ان انت تهاجر، انت بتيجي يا اما بتيجي على شغل يا اما بتيجي على دراسة، وبعد كده بيدوك إقامة، وبعد 5 سنين بتاخد إقامة مفتوحة، وبعد كده ممكن بعد من اول 6 سنين ممكن تقدم على الجنسية حسب طبعا requirements معينة. فدي بالنسبة لألمانيا. طيب، عايز اقول حاجات سمعتها من ناس كتير عايشين في كندا، وناس كتير برضو جم من كندا على ألمانيا. كندا الحقيقة يعني الحياة فيها مريحة اكتر من ألمانيا، بمعنى ان انت في المانيا الحياة ماشية برتم بطيء بسبب البيروقراطية وبسبب النظام الشديد جدا، فالدنيا بتمشي بالراحة قوي عكس كندا. كندا الامور فيها اسهل، الحياة بتبقى اسهل، الناس معلهاش ستريس زي الالمان. هنا الالمان في ستريس دايما طول حياتهم، حتى المدارس بيحطوا على الطفل، يعني الطفل من سنة رابعة ابتدائي بيحددوا له انت هتخش انهي مدرسة اللي هي هيكمل فيها يعني لغاية لما يتخرج من المدرسة، لان هما مدرستين بس، اللي هو المدرسة الاساسية من اول اولى ابتدائي رابعة، وبعد كده من 5 ل 10 او من 5 ل 12 حسب بقى كل نوع مدرسة. ده طبعا بيحط لود على الطفل جامد، لان هي عامله زي الشهاده كده، زي ما يقول لك شهاده الثانويه العامه، فانت بيحدد لك حسب الدرجات. بس الكلام ده في بايرن بس، لان في الولايات التانيه مفيش الكلام ده. فبالنسبه لبايرن هم بيعملوا كده عشان يعني بيقولوا ان التعليم عندنا احسن تعليم والكلام ده كله، او انت لا ده حقيقي فعلا. ف ده بالنسبه لموضوع التعليم. في ايه تاني يا ربي؟ زي ما انا قلت الحكومة في ألمانيا بتوفر
خدمات اجتماعية كتير، بتديك فلوس لو انت ملقتش شغل، بتديك فلوس لو انا اي حاجة بتديك فلوس، تمام؟ وفي نفس الوقت بتاخد منك ضرائب كتير لما بتيجي تشتغل. في ألمانيا للأسف زي ما قلت قبل كده ما بتعرفش تحوش، او ممكن تحوش بس هتحوش يعني مبالغ بسيطة. كندا ممكن تعمل فيها فلوس وتعمل فيها فلوس كويسة. ان انت عشان تحول من شغل لشغل بالنسبة يعني للشغل في ألمانيا بيبقى صعب، الموضوع مش سهل، لأن ليهم كريتيريا معينة، ليهم متطلبات دايما معينة، ورخمين في موضوع الشغل. في كندا الموضوع أسهل، كارير عشان تغير الكارير بتاعك بيبقى الموضوع أسهل كتير من ألمانيا. يعني عامة أنا رأيي للناس اللي هي عايزة استقرار، ألمانيا طبعا أحسن، لأن ألمانيا زي ما قلت الحياة فيها يعني آمنة جدا، وكندا برضو يعني ما تفهمونيش غلط، كندا برضو الحياة فيها آمنة جدا بالنسبة للحياة الاجتماعية، لأن الاتنين دولتين متقدمين جدا، فما فيش مش هيحصل يعني إيه أي مثلا دروبس أو بتاع في الاقتصاد عندهم. إنما ألمانيا فيها زي ما قلت نظام تكافل اجتماعي هايل، احسن من كندا بكتير. لو عايزين تسألوني عن رأيي الشخصي الصراحة للأسف يعني انا بقول الكلام ده وانا زعلان، انا بقالي دلوقتي 5 سنين في ألمانيا، وللأسف انا مش عارف امشي منها، يعني انا مش عارف ارجع مصر ومش عارف اقعد فيها. الحياة هنا يا جماعة فعلا يعني بتعمل ستريس عالي جدا على البني آدم، مش لأن يعني لقلة الفلوس أو كده، لا، هي الحياة عامة بتعمل مشاكل، مش مشاكل، بتعمل ستريس على الواحد جامد قوي. يعني مثلا أبسط مثال، لسه ضايع مني مفتاح في حاجة هنا اسمها الهاوس في فالتونج. الهاوس في فالتونج دوت اللي هو زي اتحاد الملاك عندنا في مصر. الموضوع مش سهل ان انت تروح تطلع مفتاح غيره، لا، ده عشان تطلع مفتاح تاني لازم تاخد موافقة الهاوس في فالتونج، والهاوس في فالتونج دوت لازم بيعرف ايه الاسباب اللي خلت المفتاح تضيع، ولان لو المفتاح اللي ضاع دوت كان معاه اي حاجة متعلقة بالعنوان بيضطر ان هو يغير الحاجة اسمها الشليس انلاجة بتاع العمارة كلها، لان الشليس انلاجة ده اللي هو نظام القفل بتاع العمارة، لان المفتاح بتاعك بيفتح شقتك وبيفتح باب العمارة تحت، هو نفس المفتاح، وبيفتح اللي هو الكيلر اللي هو المكان بتاع التخزين يعني تحت. فالمفتاح ده لما بيضيع، ولو اتعرف من حد العنوان، بيضطر ان هما يغيروا الشليس انلاجة بتاع العمارة كله بكل يعني الكوالين بتاعة العمارة كلها، بتاعة الشقق كلها والكلام ده، فالموضوع بيبقى مكلف جدا. فالدنيا هنا مش بسيطة، يعني الحياة منظمة، ما قلتش حاجة، الحياة نظيفة، الجو جميل، بس انا عن نفسي يعني الصراحة زي ما انا قلت للاسف الواحد شايف الظروف في مصر مش عارف يرجع. نفسي طبعا الظروف تتحسن والواحد يرجع، يعني ما فيش حد هيرتاح الا في بلده الصراحه، يعني لان الغربه برضو مش سهله. ف يعني انا بس كنت عايز اقول لكم رايي الشخصي في الموضوع دوت. وفي حاجه نسيت اقول عليها برضو بالنسبة للفرق ما بين ألمانيا وكندا، كندا يا جماعة ساقعة جدا، كندا درجة حرارة في الشتاء بتوصل -40، احنا هنا في ألمانيا لما بتوصل -20 يعني بنصوت. فالجو في كندا طول السنة بيبقى ساقعة، مش -40 طول السنة بس في الشتاء يعني، فالجو بيبقى صعب قوي وبرد قوي، ففي ناس يعني بتتعب من الموضوع ده أصلا نفسيا. يعني خلي بالكم الموضوع ده، وربنا يوفق الأصلح إن شاء الله.
المهم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب، افضل اقول كده كل فيديو، وما تنسوش تعملوا لايك على الصفحة عشان توصل لكم ان شاء الله كل البوست بتاعتي، وقناة اليوتيوب عشان توصل الفيديوهات كلها. ونشوفكم على خير المرة الجاية، وسلام.